الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أحبتي الطلبة من الصف العاشر، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب يومكم وطابت أنفاسكم وطاب طلبكم للعلم. درسنا اليوم هو الدرس 20، عام الوفود. بعد فتح مكة وإنهاء غزوة تبوك وسقوط آخر المعاقل المقاومة لدولة الإسلام وظهور نتائج الصراع بين الحق والباطل وبين التوحيد والشرك، زادت مكانة المسلمين في نفوس القبائل العربية، فبادرت هذه القبائل العربية إلى الدخول في دين الله جل وعلا، كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكانت القبائل العربية ترسل الوفود إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليبايعوه نيابة عن قومهم، ويسألوه عما أشكل عليهم، ويتعلموا منه لكي يبلغوا أقوامهم. ونظرا لكثرة وفود هذه القبائل العربية سمي هذا العام بعام الوفود، بعام الوفود. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل هؤلاء من القبائل العربية استقبالا رائعا. نتعلم نحن منه كيف نستقبل الناس وكيف نتعامل مع الناس حتى نحببهم في دين الله جل وعلا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستقبلهم ببشاشة وجه، ويلبس أحسن الملابس، ويأمر أصحابه بذلك. ثم النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم شعائر الإسلام موجها ومربيا ومعلما وقائدا للمسلمين، وهو أسوة حسنة ونبي الله عز وجل. فكان يعلمهم شرائع الإسلام، ويرسل معهم من يعلمهم أمور دينهم، وكان أحيانا يرسل معهم رسائل لأمرائهم يدعوهم فيها إلى الإسلام. هذا أحدث أثرا عظيما. ما هو هذا الأثر الذي أحدثه في نفوس هؤلاء أن جعل الدخول في دين الله عز وجل أكثر فأكثر؟ لأنهم نقلوا هذه الصورة إلى أقوامهم، نقلوا لهم حسن استقبال النبي عليه الصلاة والسلام، نقلوا لهم حال المسلمين كيف هم من المودة والألفة والأخوة والتعاون والمساواة والعدل فيما بينهم. هذه حقيقة الإسلام التي يجب أن تكون فيما بيننا أيها الطلبة. هذا العام الذي دخل فيه وفود كثيرة وجاء فيه وفود كثيرة للدخول في دين الله عز وجل، اختاروا لكم للحديث عن 3 وفود من أصل 80 وفدا. تعالوا معي أيها الشباب لنستفيد من بعض مواقف هؤلاء، ونبدأ بوفد ثقيف. وفد ثقيف، ثقيف قبيلة عربية تعيش في الطائف غرب الجزيرة العربية من القبائل القيسية. كان وفد ثقيف من أوائل الوفود التي قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام ليعلنوا إسلامهم. وإذا ذكرتم معي غزوة حنين عندما انتصر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذهب إلى فتح الطائف، جاءوا ليعلنوا إسلامهم للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم اشترطوا شروطا لذلك، منها أولا أن يترك لهم النبي عليه الصلاة والسلام صنما لا 3 سنين. لماذا؟ حتى تأتلف قلوب سفهائهم ترك عبادة الأصنام. والشرط الثاني أن يعافيهم من الصلاة، فرفض النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يرفض هذه الشروط وقال: لا خير في دين لا ركوع فيه. فقبلوا أن يدخلوا في الإسلام وأن يلتزموا بدين الله عز وجل على أن لا يهدموا اللات بأيديهم. فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم أبا سفيان والمغيرة بن شعبة فهدم اللات. هذا موقف أيها الطلبة يدلنا على أهمية التوحيد والتحذير من الشرك، وأن التوحيد لا يجتمع مع الشرك، وأن الإيمان لا يجتمع مع الكفر في حياة الإنسان ولا في قلب الإنسان. فعلى الإنسان
أن يوحد الله عز وجل، وأن الدين عند الله الإسلام، وأن دين الإسلام هو الدين المهيمن على باقي الشرائع. والدلالة الأخرى أهمية الصلاة، وأن الصلاة عمود الدين، وأن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، أي بيننا وبين أهل الكفر، الصلاة فمن تركها فقد كفر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي الفاصلة بين أن يكون الإنسان مؤمن، وهي علامة على أن هذا الإنسان مؤمن وموحد، فالذي يترك الصلاة عليه خطر شديد. فإذا أهمية الصلاة مهمة جدا في دين الله جل وعلا، وتظهر هذه الأهمية أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتنازل لهم أبدا، لا تنازل في دين الله جل وعلا، وأن الإنسان عليه أن يكون ثابتا على دينه. هذا ما جاء في دلالة هذا الموقف. ننتقل الآن إلى وفد بني تميم. هذا الوفد جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم تصرفوا تصرفا علمهم النبي عليه الصلاة والسلام ووجههم كيف يتصرف التصرف السليم. أخذوا ينادونه من وراء حجرته بصوت مرتفع، فآذى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه خرج إليهم فنزل فيهم قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. أعلنوا إسلامهم أمام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم كيف يتأدب معه صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف يمتثل لآداب الإسلام، ومنها أدب الاستئذان. فعلى الإنسان أن يستأذن قبل دخوله إلى البيت، وقبل دخوله على الآخرين عليه أن يستأذن، وأن لا يدخل إلا بعد أن يؤذن له بالدخول. ثم هؤلاء أقاموا في المدينة المنورة مدة يتعلمون فيها القرآن وأحكام الدين. موقف هؤلاء يدلنا على أمور كثيرة جدا. من هذه الأمور التأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ونتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، ونقتدي به صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يجب علينا أن نحافظ على آداب الإسلام، ومنها الاستئذان، وأن نلتزم بهذه الأداب في حياتنا العملية، وأن نهتم بالقرآن العظيم، وأن نتعلم القرآن العظيم، فإن هذا القرآن يرفع أقوام ويخفض به آخرين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يشفع لأصحابه يوم القيامة فيقودهم إلى الجنة. فاهتموا أيها الطلبة بحفظ القرآن والعناية والتدبر بكتاب الله جل وعلا. وهنا لفتة جميلة ودلالة عظيمة هنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم التوجيه مناسب بأسلوب مناسب مباشرة، ولم يؤخر التوجيه. فهنا إذا وجدت خلل فبأسلوب مناسب وجه مباشرة، حتى لا يظن الذي تصرف هذا التصرف أنه على حق. ننتقل الآن أيها الطلبة إلى الوفد الثالث، وهو وفد بني سعد. وفد بني سعد هنا فيها دلالات، لكن نريد أن نسلط الضوء على هذا الموقف. هذه القبيلة بعثت ضمام ابن ثعلبة، بعثته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عليه ودخل المسجد فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة، فاصبر علي ولا تغضب من أسئلتي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك. فقال: الله بعثك إلينا رسولا؟ قال: اللهم نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: اللهم نعم. ثم سأله ضمام: الله أمرك أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وأن نترك هذه الأوثان التي كان آباؤنا يعبدون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. ثم أخذ
الرجل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، أي ضمام كان يذكر فرائض الإسلام، الصلاة والزكاة والصيام والحج، يسأله عن كل فريضة، والرسول عليه الصلاة والسلام يجيبه عن كل سؤال حتى انتهى. فلما رأى حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وصبره عليه، أيقن بعقله، أي فكر تدبر، أن الأصنام التي كانوا يعبدونها لا تضر ولا تنفع، فأعلن إسلامه أمام النبي عليه الصلاة والسلام. وكان لإسلام ضمام بن ثعلبة أثر كبير ودور إيجابي في الدعوة إلى الإسلام، فقد انطلق إلى قومه وأنكر عليهم عبادة الأصنام ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا جميعا. هنا إذا تأملتم بهذا الموقف مع النبي عليه الصلاة والسلام، يدلنا هذا الموقف على أهمية العلم، أنه ضمام أسلم عندما تعلم، فكر بأجوبة النبي عليه الصلاة والسلام، فعلمه قاده إلى الإسلام. ثم على الإنسان الذي يعلم الناس أن يكون عنده سعة علم واطلاع في الموضوع الذي يعلم فيه الناس. ثم أدب المتعلم مع الذي يعلمه، يتأدب معه في طريقة أسلوب سؤاله، وأيضا في حسن استماعه عندما يجيب الذي يعلمه على أسئلته، وأن السؤال نصف العلم، فاسأل حتى تتعلم لكن بأسلوب مؤدب مع الذي يعلمك. ثم بعد ذلك حسن الأسلوب، حسن الأسلوب الذي تعامل معه النبي عليه الصلاة والسلام مع ضمام، كان له أثر كبير جدا بأن جعل ضمام همة عالية ليدعو قومه يعبد الله عز وجل ويتركوا عبادة الأصنام. فحسن الأسلوب يجعل العاصي والمذنب أن يقلع عن معصيته وذنبه، إذا قمت بدعوته بأسلوب جميل وبأسلوب رائع فحينئذ يتوب إلى الله ويعود إلى الله جل وعلا. هذا ما جاء بالنسبة إلى الوفود الثلاثة. الآن ننتقل إلى حل الأسئلة. لماذا سمي العام التاسع للهجرة عام الوفود؟ لماذا سمي هذا العام بعام الوفود؟ سمي العام التاسع للهجرة بعام الوفود لكثرة وفود هذه القبائل العربية. السؤال الثاني، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود التي كانت تأتيه؟ كان يستقبلها النبي عليه الصلاة والسلام بابتسامة، بشاشة وجه، وكذلك أيضا كان يلبس أجمل الثياب وأحسن الثياب التي كانت عنده صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على قوة شخصية الإنسان، ويدل أيضا على التفاؤل الذي يجب أن يكون عليه الإنسان في هذه الحياة. كن متفائلا واحذر أن تكون متشائما. ثم الاستقبال الحسن، والاستقبال يكون بالابتسامة، فالابتسامة هي سر التعامل مع الناس حتى تلطف التعامل مع الناس وتستمير قلوبهم. السؤال الثالث، اذكر الشروط التي اشترطها وفد ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم ليعلنوا إسلامهم. الشرط الأول أن يترك لهم النبي عليه الصلاة والسلام صنما لا 3 سنين، والشرط الثاني أن يعافيهم من الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام رفض هذه الشروط أبدا. السؤال الرابع، سمي وفدين من الوفود التي قدمت على الرسول صلى الله عليه وسلم معلنة إسلامها، وفد بني سعد، وفد تميم، كذلك أيضا وفد ثقيف، كذلك أيضا ذكرت كتب السيرة وفد بني سعد ووفد نجران ووفد بني حنيفة ووفد اليمن ووفد معان. هذه من الوفود التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة. السؤال الخامس، في ضوء دراستك لموقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع الوفود، بين الدرس المستفاد من قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.
نستفيد التأدب عند ذكر الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام، وأدب الاستئذان، أدب الاستئذان. هذا ما جاء في هذا الدرس، بارك الله فيكم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أحبة الطلبة من الصف العاشر، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة، وطاب يومكم وطابت أنفاسكم وطاب طلبكم للعلم. درسنا اليوم هو الدرس 21، وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سنتحدث في هذا الدرس عن خطبة حجة الوداع، وعن مرض النبي عليه الصلاة والسلام، وعن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة في السنة العاشرة للهجرة، وحج معه فيها قرابة 100,000 من المسلمين. وبعد أن صلى الظهر والعصر جمع تقديم في يوم عرفة، في صعيد عرفة في الحج، صلى النبي عليه السلام بالصحابة الظهر والعصر وخطب فيهم خطبة. هذه الخطبة سميت بخطبة حجة الوداع، ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أحكام الشريعة الإسلامية. لماذا سميت هذه الخطبة بحجة الوداع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها أصحابه بقوله في الخطبة: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. فهنا فهم الصحابة رضي الله عليهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قريبا سيغادر هذه الحياة الدنيا. الآن تعالوا معي أيها الطلبة لكي نتعلم القضايا المهمة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع. أشار النبي عليه السلام إلى قضايا، منها أولا في قوله: يا أيها الناس إنما المؤمنون إخوة. الآن في قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا تأكيد على القيم أو قيمة الأخوة والوحدة. الأخوة والوحدة تحافظ على دين الله عز وجل. وسوف تلاحظون معي أيها الطلبة أن هذه القضايا تحافظ على أهداف الإسلام وتحافظ على مقاصد الشريعة. أهداف الإسلام التي بنيت على مقاصد الشريعة، والتي أخذناها في درس أصول الفقه: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض، وحفظ العقل. هذه القضايا ستجدونها أنها تحافظ على مقاصد الشريعة وعلى أهداف الإسلام. أولاها كان الحديث عن الأخوة في الله، وعن تمسك المسلمين بعضهم ببعض، إنما المؤمنون إخوة، الذي يربط جميع المؤمنين مع بعضهم البعض هو رابط العقيدة، رابط العقيدة الإسلامية، حتى يحقق بهذه الأخوة مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون فيما بينهم. القضية الثانية التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، تحدث عن حرمة الاعتداء على الدماء والأموال والأعراض في قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الآن إذا دققتم معي رأيتم أن حرمة الاعتداء على الدماء تحافظ على مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو حفظ النفس، والأموال الحفظ على مقاصد الشريعة، حفظ المال، عدم الاعتداء على المال، يحافظ على المال وهم مقاصد الشريعة. ومقاصد الشريعة أيضا حفظ الأعراض، فلذلك حرمة الاعتداء على الأعراض بالفواحش وغيرها يحقق لنا مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. إذن حرم النبي عليه الصلاة والسلام الاعتداء على الإنسان بالقتل
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما زال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فلا يجوز اعتداء على المسلم بالقتل أو بإهدار دمه، وكذلك أيضا لا يجوز الاعتداء على ماله بالسرقة أو بخداعه بأخذ ماله بتحايل في أمور التجارة وغيره أو بالغش. وكذلك أيضا الاعتداء على الأعراض محرمة، أن يعتدي إنسان على عرض أخيه المسلم بالفاحشة وغير ذلك. الآن ننتقل إلى القضية الثالثة، وهي مرتبطة بالقضية التي سبقتها: إبطال ما كان من عادات سيئة عند العرب في الجاهلية مثل الثأر والربا. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوع، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. ربيعة بن الحارث هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وربيعة بن الحارث كان اعتداء على ابنه بالقتل، قتل ابنه، ومن عادات العرب الثأر، فكان يريد أن يثأر، فالنبي عليه السلام أوقف الثأر ثم قال: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب. والعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: فإنه موضوع كله، أي الربا موضوع كله. والعباس بن عبد المطلب كان تاجرا يتاجر، وأهل قريش يتاجرون، وكان في تجارتهم ربا. فكان إذا الإنسان تأخر عن السداد يؤجلون سداده ويزيدون في المال الذي أخذه من أجل تجارته. فلو أخذ مثلا 1000 دينار يعيده بسبب تأخره مثلا 1500 دينار، وهكذا، هذا ربا ولا يجوز في شريعة الله جل وعلا. إذا من خلال هذا النص تعلمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الثأر وحرم الربا، أوقف الثأر، وهنا حفاظا على النفس من مقاصد الشريعة، وحرم الربا أيضا حفاظا على مقصد مقاصد الشريعة وهي حفظ المال، لأن الربا فيه أخذ مال الناس بغير حق وبغير عوض. ننتقل إلى القضية الرابعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يضأن فرشكم أحدا تكرهونه، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يشير إلى تأكيد أهمية الأسرة وتماسك هذه الأسرة، وأن هذه الأسرة هي النواة المهم في المجتمع لكي ينتج عندنا جيل، هذا الجيل متمسك بدينه وبأخلاقه وبقيمه الإسلامية. وأكد أيضا على أن كل فرد من أفراد هذه الأسرة عليه حقوق، وأيضا له حقوق وعليه واجبات لابد أن يقوم بها. فالرجل عليه النفقة وعليه المتابعة في تربية أبنائه، وكذلك أيضا أن يؤدي حق زوجته، وكذلك الزوجة عليها حقوق اتجاه زوجها، وأن تؤدي حقوق زوجها، وأن تقوم برعاية أبنائها وتربيتهم. وقد أعطى الإسلام للمرأة حقوق، وجعل لها حق في الميراث، وحق في التعليم، وحق في اختيار الزوج، وحق في النواحي السياسية والاقتصادية وغير ذلك. فعلى المرأة أن تهتم بحفظ نفسها من الوقوع فيما حرم الله عز وجل من الفواحش، عليها أن تحفظ عرض زوجها. هذا ما جاء بالنسبة لهذه القضية المهمة جدا. ننتقل الآن إلى القضية الخامسة، في قوله صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، أمرا بينا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أيها الطلبة، النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على وجوب التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والعمل بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
وهذا يقودنا إلى الحفاظ على مقصد مهم من مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو حفظ الدين، حفظ الدين. فإذا تمسكنا بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام عشنا حياة سعيدة في الدنيا وفي الآخرة، وكانت الأمة الإسلامية هي الأمة المهيمنة على باقي الأمم. بعد رجوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع، طلب إلى الصحابة رضوان الله عليهم الاستعداد لقتال الروم الذين كانوا يهددون المسلمين في شمال الجزيرة العربية. فجهز النبي صلى الله عليه وآله وسلم جيشا، وأمر عليه أسامة بن زيد رضي الله عنهما. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأثناء بدأ يشكو من صداع شديد في رأسه. النبي عليه الصلاة والسلام يتألم، ثم اشتد المرض عليه، إذ كانت الحمى الشديدة تصيبه من حين إلى آخر. فاستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجاته، وهذا من عدله صلى الله عليه وآله وسلم بين زوجاته، استأذن النبي عليه الصلاة والسلام زوجاته أن تعتني به زوجته عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وذلك لعلمها في الطب ولصغر سنها، وأن حجرتها كانت ملاصقة للمسجد. النبي عليه الصلاة والسلام من شدة مرضه لم يستطع أن يخرج ليؤم بالمؤمنين بالصحابة رضوان الله عليهم، فطلب من أبي بكر الصديق أن يؤم بالناس. وهنا إشارة أيها الطلبة إلى أن الخليفة من بعده هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لأن اختيار النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدلل على أن على الصحابة أن يختاروا من بعده خليفة لهم، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. والأمر الآخر محبة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. في ضحى يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من السنة 11 للهجرة، كتب الله عز وجل أن يموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي في هذا اليوم يشعر بتحسن، فيخرج إلى المسجد ويجلس مع الناس، يوجههم ويرشدهم. ثم رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته، فدخلت عليه فاطمة ابنته رضي الله عنها وأرضاها، فأخبرها بأن جبريل كان يدارسه القرآن في كل عام مرة، أما هذا العام فإنه يدارسه القرآن مرتين. ثم قال: وما أظن ذلك إلا حضور أجلي، فبكت. ثم أخبرها أنها سيدة نساء أهل الجنة، وأخبرها بأنها أول أهله لحوقا به، ففرحت لأنها ستلحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم خرجت. ثم دخل أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له، فلم يقدر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع صوته بالدعاء، فرفع يديه، وليعلم أسامة أن النبي يدعو له. ثم خرج من عنده أسامة، ودخل عليه بعد ذلك عبد الرحمن أخو عائشة رضي الله عنها في يده سواك، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدق في السواك، ففهمت أم المؤمنين عائشة أنه يريد السواك، فجاءت له صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، فجاءت رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام بسواك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخبرها أن الأنبياء يخيرون عند الموت ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة، وما بين لقاء الله تعالى ثم الجنة. فلما غلبه ما غلبه، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يدخل يده بالماء ويمسح به وجهه صلى الله عليه وسلم، ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم رفع يده صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: بل الرفيق الأعلى. وسمعته عائشة رضي الله عنه يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. فعلمت رضي الله عنها وأرضاها أنه يخير. وبعد ذلك خرجت هذه الروح الطاهرة إلى بريئها. وبعد ذلك ذهبت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فأخبرت الصحابة بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانتشر خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فمنهم من دهش، ومنهم لم يقدر على القيام، منهم علي رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم من لم يقدر على الكلام، وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه
فأنكر خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم بادئ الأمر، أنكر من دهشته رضي الله عنه وأرضاه، حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فدخل بيت ابنته عائشة رضي الله عنها وكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وقال لأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، ثم خطب في الناس قائلا ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وتلا قوله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فأدرك الصحابة رضوان الله عليهم من كلام أبي بكر وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 63 عاما، وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. هذه هي قصة وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب علينا أيها الطلبة أن نستفيد من هذه اللحظات من دروس وعبر، منها حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن حب النبي عليه الصلاة والسلام واستنى بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فسوف يجد النبي صلى الله عليه وسلم قائما على الحوض يسقيه منه. اللهم اسقنا من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أيضا علينا أن ننصر سنته وأن ندافع عنها وأن نعلمها للناس وأن نتعلمها وأن نعلمها وننشرها بين الناس بكل وسيلة نستطيع أن ننشر دين الله عز وجل من خلالها. ننتقل الآن أيها الأحبة إلى الأسئلة. السؤال الأول، لماذا سميت حجة الوداع بهذا الاسم؟ لماذا سميت حجة الوداع بهذا الاسم؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في خطبته في حجة الوداع؟ قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام سيموت، ولذلك سميت حجة الوداع. السؤال الثاني، أذكر 3 موضوعات تناولتها خطبة حجة الوداع: تحريم الربا وتحريم الدماء والوصية على النساء والأخوة بين المؤمنين. السؤال الثالث، علل عدم قدرة بعض الصحابة على القيام أو الكلام عند سماعهم خبر وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك يدل على شدة حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام ولأنهم كانوا أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويحبونه أكثر من أنفسهم. السؤال الرابع، تأمل النص الآتي ثم أجب عن الأسئلة التي تليه: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. من القائل أو من قائل هذا النص؟ إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ما مناسبة هذا النص؟ لماذا قاله أبو بكر الصديق؟ قاله عندما سمع وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ما علاقة هذا النص بقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون؟ هنا تأكيد لبشرية النبي عليه الصلاة والسلام وأن النبي عليه الصلاة والسلام سيموت مثل باقي البشر. السؤال الخامس، بيّن دلالة قوله صلى الله عليه وسلم وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب. هنا دلالة على حرمة الربا ودلالة على أن النبي عليه السلام بدأ بهذا الأمر بنفسه ليجعل من عمل هذا قدوة للآخرين بأن يلتزموا بحرمة الربا.